الحمد لله النهارده الختام، عندنا 5 مسابقات. كان نهائي النهارده فردي رجال وفردي سيدات وزوجي رجال وزوجي سيدات ومختلط. النهارده الحمد لله في اشاده كبيره من الاتحاد الدولي بالتنظيم بتاع مصر والتنظيم كمان الخاص بالكورس اللي اتعمل على هامش البطوله. هيخلص ان شاء الله، ده اخر مباراه هتتلعب دلوقتي، يبدا على طول بعديها مراسم التتويج ان شاء الله للفرق الفائزه كلها. الحقيقه البطوله دي فعلا مرات تمنع التوالي، كل سنه بنحسن فيها عن السنه اللي قبلها. التنظيم هايل جدا والبطوله منظمه جدا عن كل مره، عن عكس البطولات الافريقيه اللي كتير قوي بنروحها مصر منظمها بشكل هايل السنه دي. الحقيقه البطوله صعبه جدا لانها من ضمن البطولات المؤهله لباريس، ففي ناس كتير قوي منافسه من كل الدول، فالحقيقه احنا مبسوطين جدا ان مصر بتقدم بطوله زي دي. الحقيقه المنافسه كانت صعبه جدا جدا عشان فعلا هي بطوله من بطولات المؤهله، ففي دول من اوروبا، في دول من افريقيا، في دول من اسيا، فالحقيقه البطوله صعبه جدا. انا منافساتي كانت صعبه جدا والحقيقه ما فيش ماتش كان سهل. يعني عندي 14 او 15 سنه في الريشه وانا عم العب، وهلا الحمد لله انا في البروفيشنال بروفيشنال بلاير، والحمد لله الان انا في بطوله مصر المفتوحه واخذت الميداليه الفضيه against Germany. ويعني كانت البطوله مو شيء سهل، يعني كان صعب كثير. الحمد لله قدرنا نوصل للفاينلز، ويعني انا كثير مبسوطه لانه مصر يعني كالعاده انا اتيت هون like 7 or 8 times to Egypt. طيب، زي ما بنقول دايما مصر بقت يعني قبلة للبطولات الدولية في كتير من الألعاب، ومنها طبعا بطولة مصر الدولية للريشة الطايرة اللي نظمتها مصر وكان كمان ختامها بالأمس. هنتكلم عن البطولة، هنتكلم عن اللعبة بشكل عام مع ضيوفنا. خليني أرحب بكابتن كريم شديد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطايرة. صباح الخير. صباح الخير بيك. وكابتن أحمد صلاح الدين، كابتن منتخب مصر للريشة الطايرة. صباح الهنا. صباح النور. شرفنا ومنورين طبعا كالعادة، سعداء بوجودكم معانا. وحديث النهارده كالعادة هنتكلم بقى على الريشة الطايرة، لكن البداية نتكلم طبعا مع عضو مجلس إدارة الاتحاد، بطولة مصر الدولية. يعني الحقيقة نجاح مميز كالعادة، لكن حطينا في الأجواء وكلمنا كام دول شاركت، المراكز الأولى كانت من نصيب مين، حطينا في الأجواء وكلمنا بشكل عام كده عن البطولة. يعني كانت النسخة الثامنة الحمد لله من بطولة مصر الدولية. الحمد لله احنا بانتظام عاملينها وبنتقدم فيها وتحسن، حتى احنا مؤخرا الاتحاد الدولي يعني جيب بمدير التطوير الإقليمي بتاعه للخمس قارات جه يتفرج على البطولة، وبنتكلم في قصه يعني تطوير كبير في مصر ان شاء الله. طبعا ده بسبب النجاح والبطولات اللي احنا بننظمها في مصر. بخصوص مصر الدوليه السنه دي، حضرتك عارف ليه دي مؤهله لباريس في الكالندر بتاعه باريس 2024، فجي كميه دول محترمه جدا، 25 دوله تقريبا، اوروبا واسيا، ومستوى كان عالي جدا المره دي. يعني كان في تنوع في حصول الميداليات للدول كلها. يعني مصر من برضو من يعني رصيدها نقدر نقول ايه من الميداليات؟ احنا خدنا 2 برونز تمام في الميكس وفي الدبل بنات، فالحمد لله ده اعتبر كويس بالنسبه للمنافسه القويه. طبعا كنا نتمنى احسن من كده، بس الحمد لله ملاعبتنا عملوا اللي عليهم، بس البطوله فعلا قويه جدا. يعني اسيا لما تيجي، اوروبا كلها تبقى موجوده عندك، يعني فول تيم جيرماني، فول تيم انجلند، فول تيم ايطاليا، دول تقال طبعا موجودين. يعني احمد صلاح، عايز ابدا معاك في البدايه، يمكن معلوماتي انت من كره القدم للريشه الطايره، لكن ده يعني امر يمكن غريب شويه يا نوان، لكن عايزين نتكلم طبعا معاك في البدايه. الرحله بدات معاك ازاي، وبدات الجيم ازاي، وبدات ان انت تفكر ازاي في الريشه الطايره وكره القدم دي، يعني فكرت فيها ازاي برضو؟ والله هو يعني كاي طفل مصري اول حاجه بيلعبها هي كره قدم طبيعي يعني، فانا كنت بمارس كره القدم من صغري، يمكن من وانا عندي 4 سنين او 3 سنين. طبعا كان كل سنه كان في اختبارات نادي الاهلي في كل الانديه في مصر وفي مراكز الشباب، يعني مش ما فيش سنه ما كنتش رحتها لحد سنه 96. حضرت الاختبارات ونجحت فيها الحمد لله، وانضميت للنادي الاهلي سنه 97 مع كابتن بدر رجب. قعدت حوالي 8 شهور، كانت الريشه لسه في مصر لسه جديده، ما كانتش يعني مشهوره قوي، وكان ساعتها كان
كان كابتن احمد براده كان بطل عالم في السكواش، فكان بالنسبه لي ان انا العب لعبه فرديه واحقق فيها واكون بطل. كان يعني نفس الفكر ان انا اكون بقى بطل عالم في لعبه فرديه، هكون شبهه يعني همشي على نفس الخطى بتاعته. فهو ده اللي شدني اللعبه، جربتها الحمد لله. اول سنه جبت 5 جمهوريه، ثاني سنه جبت اول الحمد لله لحد دلوقتي بقى، فبقى لي 24 سنه والحمد لله. فهو ده الشيفت اللي حصل، ان انا بقيت في لعبه فرديه، انا بلعب الملعب كامل لوحدي، مش في لعبه جماعيه ممكن ما اظهرش وممكن اظهر وممكن لا. فهو ده اللي خلاني انجذب للعبه الفرديه بس. شيء رائع جدا طبعا. طيب خليني برضو اسالك، يعني ما هي انت داخل لعبه جديده، لعبه يمكن برضو مش معروفه قوي زي كره القدم، اكيد بالزبط. انت كان عندك طموح وقتها تحقق حاجه مختلفه، بس في نفس الوقت عشان ده يحصل لازم تكون على درايه عالميا هي واصله لفين. انت كنت بتبص على الدول المختلفه، كنت بتتعلم من الخارج ولا الاطار بتاعك في الداخل؟ يعني خلينا نفهم برضو ازاي اتعلمت اللعبه. طبعا في بدايه المشاركه في اللعبه ما يعني ما كانش النظره عندي لنظره دوليه كده، كان يعني كان كل رؤيتي ان انا العب لعبه فرديه واجتهد فيها هوصل زي ما عايزه اتشهر لا مش شهره، بس ان انا اكون بطل عالم في لعبه فرديه، دي حاجه مش سهله. وكان بالنسبه لي هو الرول موديل في لعبه فرديه من مصر موجود، يعني السكواش مانيجر العالميه لازم تبص على العالم واصل لفين واكبر الدول واعلى الدول بانكينج. بالظبط ده اللي تم لما خلاص يعني انغمرت بقى في اللعب شويه ودخلت طبعا المنتخب بعد 4 سنين من مشاركتي. حلو. او من بدايه اللعب بتاعي في الناشئين، كنت الحمد لله كنت اصغر لاعب في المنتخب في الناشئين. فهو ده من هنا بقى ابتديت اشوف الصورة أوسع شوية، البلاد المتقدمة مصر وضعها إيه بالنسبة لبلاد أفريقيا وبالنسبة للعالم. من هنا ابتدت أتوسع شوية. الكلام ده كان عندي 14 سنة، فقبل كده كان صعب إن أنا أبص أو يبقى عندي الرؤية دي. وكان في وقتها كمان فكرة الاحتراف والواحد يبص يعني العالم واصل فين ما كانش زي دلوقتي. بالظبط. كان في السوشيال ميديا والتغطية الإعلامية الكبيرة، كان ساعتها أنت بتبص حواليك في مصر مين أو مين في اللعبة هو الرول موديل بتاعك. صحيح. انتشار اللعبه ده مهم جدا، لان على ما اعتقد ان 10 انديه اللي عندهم لعبه ريشه ولا زادوا عن كده؟ لا زادوا طبعا. زادوا صح طبعاً. كده احنا عندنا فرايتي شويه، في انديه وفي مراكز شباب وفي جمعيات اللي هي بتلعب ريشه الطايره على مختلف، اذا كان هم اسوياء او باره، فالاثنين موجودين طبعا وعددهم كبير. بس هو ممكن الهيئات اللي هي ليها حق التمثيل في مجلس الاداره يعني في الانتخابات الجمعيه العموميه هي دي عشان نسبه المشاركه، بس طبعا لا في انديه كتير. احنا الحمد لله وصلنا اكتر من تقريبا 17 او 18 نادي في 4 مناطق، منطقه كل منطقه فيها 6 انديه، ده غير مراكز الشباب اوريدي اللي ما لهاش. لا طبعا لا احنا الحمد لله يعني المجلس اللي فات والمجلس احنا فيه دوت عملنا طفره الحمد لله في الانتشار الحمد لله، يعني على قد الامكانيات المتاحه. برضو اتحاد الشطاره مش من الاتحادات الغنيه زي الاتحاد التانية، فاحنا بنعتمد دايما على دعم الوزاره ودعم الحاجات الوديه يعني، بس الحمد لله يعتبر انجاز كويس، خصوصا كمان احنا يعني على المستوى الدولي احنا في افريقيا الحمد لله احنا متسايدين بقالنا 3-4 سنين يعني كويس. حتى في الروتو باريس احنا اولادنا هم الحمد لله حتى الان متاهلين في الفرديات وفي الزوجي، يمكن الميكس اتاخرنا شويه بعد ما كنا ليدنج، بس يعني ستيل احنا عندنا 3 ممكن يروحوا ان شاء الله اولمبيك جيمز الجاي باذن الله. رجال ولا سيدات؟ ادهم وضحى ونور، بنتين ولد. أوكي. طبعا انت مبسوطه اكيد. يبقى انت متابع على فكره البرنامج ده لو كده. انا اهلاوي كده فبشوفه يعني. شيء جميل طبعا. بس عندي سؤال برضو، انت كريم كنت بتلعب ريشه اصلا في السابق وبعد كده ترشحت مجلس الاداره. بالظبط كده. بالظبط كده. طيب اكيد في كان مشاكل بتعاني منها وانت لاعب، بعد كده في مشاكل طبعًا. حاليا طبعًا. كاتحاد وعضو مجلس طبعًا. اداره دايما بيبقى معانا ابطال، وبرضو احمد هيقول لنا بصراحه بيتكلموا يقول لك انا في الاتحاد عندي ازمات، بس ما حصلش لعب مع يعني عضو مجلس اداره. لا لعبت مع احمد على فكره. انا حضرت كابتن قال لعبت مع زوجي. والله ما انا حاسه ممكن السن يعني مش بعيد قوي. يعني انا لعبت الحمد لله من سن مثلا 11 سنه لغايه 29 سنه، يعني لغايه ما وصلت منتخب مصر رجال فتره كبيره من حياتي يعني. فطبعا المصاعب اللي احنا قابلناها هي طبعا يعني مش بقول لك حضرتك اللي احنا اللي خاضناها، لا هي نظره الدوله اصلا للرياضه والرياضه الفرديه اختلفت تماما. صح. فالصراع اللي احنا كنا بنتمناه زمان وبنحاول نكافح عشان يحصل دلوقتي، انت مجرد ما بتكلم الوزاره او اللجنه الاولمبيه يا جماعه عاوزين كذا يقول لك ايه ده طبعا. يعني زمان بيتقال طبعا. طبعا لا انا مش ببالغ والله، دي حقيقه فعلا بيحصل. يعني احنا يسعدنا. يعني احنا يعني حتى لو بنروح بطولات عالم بنقول لهم احنا مش هنجيب نتائج
بيقول لك لا روح احتكاك للولاد وتبقى على نفقه الوزاره اللي هي او المخصصه بالظبط بالظبط ده زمان انت لو كنت بتقول لهم بطوله عربيه يقول لك هتحقق ولا لا دلوقتي بطوله عالم ببادجت كبيره قوي بتقول له انا هصفر الولاد يقول لك لا اتفضل هي احتكاك. اصلا لعبه مكلفه بغض النظر عن المعسكرات هي لعبه اصلا مكلفه لا لا هي بس هي المشكله كلها اللي هي تبقى محتاجه صاله مغطاه عشان تلعب فيها دلوقتي خلاص بقى فيه متوفر في كل الانديه بالزبط. وبقى فيه خلاص مراكز التنميه اللي اتعملت في المحافظات بقى فيها صالات مغطاه فما بقتش مكلفه اوكي فبقى الانتشار فيها سهل شويه هي بس محتاجه بس حبه تسليط اعلامي والحمد لله انتم بتقوموا بالدور دوت واحنا لازم نكمل عليه يعني صحيح نقطه مهمه قرب السن ده مهم جدا طبعا يكون في تعاون وتعامل لان دي بتفرق معاكم بشكل كبير جدا عايز اتكلم معاك على النقطه دي الاول وكمان ميدالياتك اللي انت حققتها الفتره اللي فاتت يعني وصلنا لقد ايه حتى هذه اللحظه والله يمكن النقطه الاولانيه اللي حضرتك بتتكلم فيها اللي هو تقارب السن مخلي فيه اريحيه في التعامل يمكن انا كابتن كريم كان معايا كان هو كابتن منتخب مصر وانا كنت لسه لاعب ناشئ متواجد في التيم فده اداني الخبره يمكن هو مش عشان هو قاعد بس هو فعلا بالنسبه لي هو الرول موديل في الملعب يعني كابتن كريم وانا موجود كان هو بطل مصر وانا لسه بدخل اللعب الحمد لله الحمد لله يمكن انا بنفسه دلوقتي ان انا قعدت في الملعب اكتر منه شويه فهو دلوقتي بقى عضو مجلس اداره اي حاجه انا ببقى محتاجها فبكلم كابتن كريم كذا ما عنديش مشكله ان انا في اي وقت اكلمه لان هو انا متاكد ان هو هيبقى فاهم ان الطلبات اللي انا بطلبها دي هو نفسه عشا يعني عشا كلاعب فهيبقى فاهم انا بتكلم في ايه غير لما اكلم حد ولا لعب اللعبه ولا نزل الملعب وشاف الصعوبات ولا سافر كلاعب او كمثلا مدرب حاجه فنيه فده مخلي ان في سهوله شويه في التعامل بالنسبه للميداليات احنا كان اخر حاجه بالنسبه لي او بالنسبه لي انا يعني كشخص لان انا مش مشارك في روتر توبارس كان عندنا بطوله افريقيا كان في شهر 2 الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا اول الحمد لله وعليها تاهلنا لبطوله العالم في شهر 5 اللي فات كانت في الصين من قبلها بقى الحمد لله كان عندنا كميه بطولات دوليه كتير يمكن انا الحمد لله يعني واخد بطولات دوليه مثلا كان عندنا بطوله زامبيا الدوليه وجنوب افريقيا و والجزائر وطبعا المشاركه في المانيا وكرواتيا واسبانيا وكنا في البحر المتوسط كنا في الجزائر اللي هي كانت السنه اللي فاتت فالحمد لله الفتره الاخيره كان في ميداليات كويسه وكل ده كان بيبقى اعداد لبطولات قاريه اللي منها بتبقى مؤهله لبطولات العالم واخر حاجه كانت الحمد لله بطوله افريقيا وربنا وفقنا الحمد لله كنا في جنوب افريقيا وجبنا اول الحمد لله فكانت دي بالنسبه لنا اخر انجاز جماعي حصل فيه طب احمد وانت بتشتغل يعني انا عايز اعرف برضو يعني انا مهندس. الحمد لله مهندس مدني يعني زي كابتن كريم كابتن كريم مهندس يعني برضو وكنت برضو تشتغل وانت بتلعب اه طبعا احنا انت ما بيتعارضش يعني لا طبعا بتتعارض طبعا يعني بالذات في المستوى العالي انت بتبقى محتاجه تمرني كتير قوي ومحتاجه تركيز ومحتاجه نوم بطريقه معينه واكل بطريقه معينه احنا طبيعه الحياه في مصر يعني مش بتسهل على الرياضي الحياه خالص يعني انت فكره يعني البلد اصلا ما بتنامش دي مزعجه يعني انت الرياضي المفروض ينام بدري يعني وللاسف حتى لو انت بتدرس مش كل المدارس بتقدر ان هي تتعاون لان المدارس يعني أنا اجنبيه أنا او غيره انا 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 مثلا في دوره العاب افريقيه كانت في الجزائر الجزائر 2007 انا ما رحتهاش كان عندي بلاشه مشروع هندسه وتيجي تكلم الدكتور بعد اذنك يقول لك مستقبلك اهم فهو طبعا دلوقتي اختلف بس هو مش زمان مش فاهم ان ده برضه مستقبلك وقتها يعني. عشان زمان كان دايما نظرتنا للرياضه اللي دي هوايه هوايه اما اذا هتطلع مهندس فماشي خلاص دي حقيقه بالظبط يعني احنا يعني انا اتمنى طبعا الناس تبتدي تغير طبعا في جامعات دلوقتي بتقدر الموضوع يعني في جامعات هي بتطلب اللعيبه الدوليين والابطال دول اللي هي يبقى عندها في الجامعه لان انت عندك الدوله بقت مهتمه بالملف ده بصراحه بالزبط بشكل كبير بالزبط جدا بالزبط فالنتائج بالتالي بقت على الارض مختلفه طبعا يعني طبعا ما الاهتمام يعني يعني موجود. اللي خلى كابتن احمد يروح كل البطولات دول على فكره في ناس في المنتخب لسه في الجامعه بيسوق وبيشتغل اللي خلاهم يعرفوا يتفرغوا يروحوا كل البطولات دي كلها ما ده كلها على مدار السنه اما في اجازات اما في شغل اما عندهم امتحانات الجامعات بقت بتقدر الكلام ده عن زمان النقطه كمان هروح بقى للكابتن احمد برضو يعني عايز اسال على الريشة البلاستيك والطبيعي يمكن ده امر يعني انا عارف ان انتوا في الانديه يعني ما كان بلاستيك وفي المنتخب طبيعي ايه الفرق وبتاثر عليكم ازاي لان المنافسات العالميه من وجهه نظري كلها بالطبيعي يعني الامر ده ازاي بتقدروا ان انتوا تتعاملوا معاه بص حضرتك هو الفكره كلها ان احنا الريشة الطبيعي مكلف جدا طبعا حاليا بعد ارتفاع الاسعار الموضوع بقى مكلف زياده عن اللزوم فكون ان احنا نلعب محليا بريش طبيعي الموضوع هيبقى صعب جدا مكلف والاستهلاك هيبقى كتير جدا فطبعا احنا محليا بنلعب بريش بلاستيك
بس قبل التجمعات الدولية أو قبل أي بطولة دولية بيتم التحويل على طول، لأن تمرينات المنتخب دايما بريج طبيعي. ممكن يحصل بس أوفرلاب لو في بطولة محلية وبعديها على طول بطولة دولية، هنا بقى اللي بيحصل المشكلة. فطبعا ده بنعوضه بالتدريب البدني بقى، اللي هو سواء في الجيم او الفتنس، ان احنا بنلعب على العاب معينه او على تمارين معينه اللي هو تقوي الكتف او العضله، بحيث ان ما يحصلش اي افليكت او حاجه في العضله، لان ده ليه تقل وده ليه تقل. الضربات هنا مختلفه عن هنا، زي بالظبط حضرتك لما تلعب بكره بلاستيك والكره اللي بنلعب بيها في الماتشات، نفس الفكره بالظبط، دي وزن ودي وزن. بس الدول الاخرى بتتمرن بنفس الشكل ولا اللي عندها امكانيات؟ ما هي دي كده هتبقى في تفوق فني برضه. يعني معلش هرد انا عشان دي هتخش في حته باظت خالص. بتاعت الاتحاد بقى، سيب الاتحاد يرد. لا بص، هو كده كده يعني كل دوله على حسب امكانياتها. طبعا احنا لو اعتمدنا الريش الطبيعي حتى في النشاط المحلي هيبقى مكلف على الانديه وعلى انتشار اللعبه. فاحنا ما يعني حتى لما كنا بنفكر في الاتحاد احنا هنعمل القصه دي، لان البادجت هتبقى مخيفه جدا حتى للانديه، خصوصا الريشه الطبيعي. انت ممكن اللاعب المبتدئ يضرب ضربه غلط اتكسرت هتترمي. البلاستيك لا، البلاستيك بتعيش اكتر من كده. بس ما بتاثرش على ما تاثرش على الاداء بعد كده والفنيات في المنافسات الكبرى. ما هو بص، اول ما بينتقل من مرحله اللي هو محلي اللي هو المنتخب، خلاص هو بيخش في الكاتيجوري اللي احنا بنوفر له الادوات اللي تناسبه للقصه دي. أوكي. واحنا في الكالندر بتاع البطولات المحليه احنا بنحاول نراعي على قد ما نقدر البطولات بتاعه المراحل السنيه اللي طالع عليها منتخب قريب يبقوا بعاد عن بعض، عشان ما يبقاش فيه الكونفليكت اللي هو بيتمرن ببلاستيك ولازم بريش طبيعي او العكس، عشان ما نخشش في قصه الاصابات والحاجات دي كلها. بس بره لا، بره برضو في ستيل لغايه دلوقتي بلاد كتيره جدا بتلعب ريش بلاستيك لغايه اعمار سنيه معينه. يعني ممكن اول ما يبتدي مثلا يبقى 17 سنه ويبتدي خلاص هيبتدي يلعب بطولات دوليه بقى منافسات مش ودي، بيلعب ريش طبيعي خلاص، بس قبل كده كله بلاستيك. موفقين يا رب ان شاء الله باذن الله، بنتمنى لكم كل التوفيق. يعني كنا سعداء طبعا بوجودكم معانا، سواء كابتن احمد صلاح طبعا والاستاذ كريم شديد عضو مجلس اداره اتحاد الريشه المصريه، سعداء بوجودكم معانا، ويا رب ان شاء الله القادم يكون افضل بالنسبه لكم. ان شاء الله. وعشان بقى موضوع التغطيه الاعلاميه ده تحديدا، انا ممكن ننسق يوم مع الاعداد ان احنا نيجي نصور خارجي معاكم في الاستعدادات لاي يعني بطوله او اي ماتش انتوا حابينه. احنا عندنا اوريدي دلوقتي كان في ايفنت في تبع الاتحاد الدولي اثناء البطوله عن اداره التنظيم لينا. اوكي. تمام، كان جايبين ناس من افريقيا كلها بيتفرجوا على البطوله احنا ازاي بننظم، بما ان احنا الحمد لله سباقين في الموضوع دوت. وبعد البطوله في ورك شوب للبارا بادمنتون، تمام، تقريبا جاي اكتر من 12 دوله. كويس. جايين لعيبه واداريين ومدربين ياخدوا كورس، فلو جيتوا برضو نورتونا وسجلتوا احنا برضو في نفس الصاله، صاله 2 مجمع الصالات، هتبقى شرف لينا جدا. خلاص طبعا. لا بجد اوعدك ان شاء الله نكون هناك كاميرا 10 الصبح تحديدا، خصوصا للبارا الحمد لله يعني عاملين انجازات كويسه جدا جدا جدا. صح. وعندنا برضو ناس ان شاء الله بنتين برضو. يعني ان شاء الله هيتاهلوا باذن الله. هو واضح ان البنات او العنصر النسائي انجح في الرياضه دي في العموم، ما بتكلم بجد. لا 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 خالص، هو يمكن شويه. طب دلوقتي ما قلتش غير عمال يعني يعني انا بقول لك حاجه كويسه. لا هو الفكره كلها اللي احنا كله عندنا كويس الحمد لله، بس هو يمكن المنافسه في افريقيا للولاد اقوى شويه من البنات. أوكي. يمكن سنه واحنا كمان متفوقين، نسب البنات عندنا مشاركه كويسه، فدي اللي مخليهم فرصتهم اكتر شويه. مش عشان هم احسن يعني؟ لا هم طبعا كده كويسين، هتجيب لنا مشاكل ولا ايه؟ معذره معاك، نورتونا والله يا كابتن كريم. ربنا يخليك، شكرا لك، كل التوفيق ان شاء الله. زي ما وعدت يعني حضراتكم هتبقوا او احنا الكاميرا بتاعتنا هتبقى متواجده، وانا حتى ممكن اجي بنفسي اصور واعمل لقاءات. ولو لقيت انا وعدتكم اي حد يلعب ريشه فعلا هو هيبسط جدا، حتى لو الباك جراوند بتاعه مش يعني سكواش او تنس. بالعكس انت اي لعبه مضارب هتخلي الريشه عندك سهله. كويس جدا. ولو لعبت ريشه هتعرف تلعبي اي رياضه ثانيه، التوافق العضلي العصبي اللي الريشه بتخليه عندك بتخليك تلعبي اي رياضه ثانيه بسهل جدا. بشكركم وبشكرك يا كريم النهارده. طبعا نشوف حضراتكم ان شاء الله في حلقه جديده بكره 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.